وعملا بتوجيهات ترقية السياحة الداخلية، رفعت مؤسسة التسيير السياحي لزيرالدا رفعت الرهان من خلال عروض مغرية سجلت إثرها توافدا للمصطافين والسياح من داخل الوطن وخارجه. نادية سلطاني. شريط ساحلي يمتد على مسافة 1600 كيلومتر، إرادة مضاعفة لاستغلال هذه الثروة السياحية ببلادنا، يترجمه واقع يبدو أنه مغاير مقارنة بالسنوات الفارطة. مؤسسة التسيير السياحي بزيغالدا ومن خلال العروض المغرية استطاعت أن تفرض نفسها رقما مهما في خريطة السياحة لهذا الموسم. لي لا سي 4500 دينار بار بيرسون، افون كانت حتى 10000 11000 12000 دينار. الكومبلكس كيما هذا يعني سي ان بري تري ابوردا بور دي بورس موايان اون كيك سورت. فكونس قام لي واحد 10 ملايين هكذاك. 10 ملايين. 10 ملايين في السمانه؟ في السمانه، لو كان نروح لترونجي بالك هذا يعني الثمن اللي دفعته هنايا ممكن تقام لي غير لي بيي دافيون برك. هذه التحفيزات هل كانت كافية لإقناع وجذب السائح من داخل وخارج الوطن؟ مخيرت نجوز لي فاكونس لهنا باسكو بلادي نسيبورتي التوريست تاع بلادنا. ماذا بيا نصرف دراهمي في بلادي، سيرتو هذا العام يعني متوفر كلش يعني. أنا جيت من جنيف، جينا نحيرو لي فاكونس في زيغالدا، لوتيل إي تو، جينا ديجا لاني ديغنيغ سا نوزا بوكو بلو، دونك أوني روفوني سيت أني. سي أن بون أوتيل، أون أون بيسين، أون غراند بيسين أ ديسبوزيسيون. Le service de l'hôtel est à notre disposition pour nos demandes. La piscine normal. الواحد يعني 4500 دينار بار بيرسون اون دومي بونسيون، دونك نو زافون في اون بروموسيون بور توت لي فامي سيت اني. احنا رانا في خدمه الزبون، ملي يجي حتى نروح احنا نرافقوه، مام كاين مشاكل ولا كاين نقائص ولا نسمعوا له، نعاودوا نحسنوا الخدمات. وتحسين الخدمات لا يجب ان يغفل هذه البراءه. لا عجبني كلشي في الاوتيل، بصح في الليل نحاول السهرة وإن شاء الله يرجعوها. احنا عندنا دي سواري ولكن ماهيش دي سواري يعني اللي تناسبهم، ولكن احنا في شهر أوت راح نقدموا برنامج ثقافي ترفيهي لكل عائلات. صورة لمؤهلات وخدمات تنافسية من شأنها أن تغير فكرة قضاء العطلة خارج الديار، لأن السياحة كل السياحة هي الوطن.